السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتعلم مع بعض كيفية تصميم شعار ثلاثي الأبعاد باستخدام موقع الكانفا ثم تحويله إلى ثلاثي الأبعاد عن طريق موقع فوتوبي. فأول شيء ندخلوا على موقع الكانفا، وبعد ذلك يفتح معك طبعا الموقع بهذه الكيفية. من السيرش اكتب لوجو، اكتب في السيرش اكتب لوجو لتصميم شعار، تكتب هنا لوجو ثم تضغط انتر. اول ما تفتح ودير لوجو يعطيك هنا كرييت ا بلانك لوجو، اضغط عليه باش نديروا التصميم من البدايه. اول ما تفتح اللي هو واجهه التصميم، تجي من هنا تكتب تختار اللي هو التكست وتضيف اللي هو اد ا هيدنج تكست، وتكتب فيه من داخل اي رمز يعجبك او اي حرف انجليزي. فلان بندير ار ام على سبيل المثال، هو رمز ايموشن كومباني على سبيل المثال، اختصار لرمز ايموشن كومباني، رمزي لأننا نحب شخصية رمزي في Game of Thrones. فأول شيء كيف ما قلنا لكم نكتبوا اللي هو الحروف اللي نبوهم نديرهم عليهم شعار، بعد ذلك تضغط عليه اللي هو الكلام هو وتغير التكست متاع، تغير التكست وتديره بتختار اللي هو Archie Black اللي هو بالكيفية هذه، ثم كبره شوية بهذه الكيفية وليكن بهذا الكبر. ثم بعد ذلك نمشوا للإليمنتس ونضيفه هنا اللي هو اللاين، نمشوا لللاين ونختاروا اللاين المناسب لينا. فتختار من هنا الجرافيكس ثم تختار أي لاين وليكن أنا هذا اللي بنختاره. طبعا هذا صغير شوية، المفروض يكون أول نوعا ما كويس، لا نوعا ما كويس. ثم ندور شوية بالكيفية هذه بحيث يكون يلامس الزاوية هذه ويلامس الزاوية هذه، فأنت تبي شوية وقت باش تخليه يلامس الزاويتين بهي. فأنا خليني ندير هيك، نحاول ندير أسرع، لا ندير هيك شوية أو هيك شوية. فأنا ممكن حنجري الوقت شوية الفيديو عبال ما أخليهم يلامس الزاويتين بهي. نحطها هنا، خلي نديرها نجرب الفيديو شوية عبال ما نقدر نديرها، نحطها يلامس الزاويتين. صعبة شوية لكن حتندار كويس، هيك يلامس الزاويتين من غير ما حتى نوقف الفيديو وكذا. فمن هنا هيك نختار هو مرة ثانية ونكبره شوية بالكيفية هذه، نكبره ونحطه فوق لعند هنا كويس. بعد ذلك بعد ما درت اللي هو الخط هو نبغى نضيفه اللي هو element تاني اللي هو rectangle، تكتب هنا في البحث تكتب rectangle اللي هو مستطيل، نبغى نضيف مستطيل بالكيفية هذه واختار لون مناسب وليكن لون فاتح شوية وليكن اللون الأصفر. ثم بعد ذلك كبره شوية كبير تخليه، ثم دوره ويكون يلامس الجزء السفلي، حتى هو بتدوره شوية ما بين ما يكون نفس اللي هو اتجاه اللي هو الخط بتاعنا، تحطه هنا شوية تدوير أو شوية تدوير هيك، ثم أرفع فوق نفس الشيء، نزل شوية باش يكون في المنتصف، باش يكون في منتصف الخط كويس. نفس الشيء هذا خده ودير له كوبي كنترول سي كنترول في وحطه في الاسفل وحطه هنا بحيث ان الرزول يسكروا بعض بهي، وهيك ما بان الشيء ممتاز. تو بعد ذلك ندير اللي هو الدبليكيت، ندير له دبليكيت معناها يدير لي صفحه ثانيه نفس الصفحه الفوقيه. الصفحه الاولى خذها هو ودير لها ديليت من الكيبورد، تعال الصفحه الثانيه وخذها هي دير لها ديليت من الكيبورد، من هنا امسح من اعلى ومن هنا امسح من اسفل. فهنا قاعده نفس الشيء هنا باين، هل با بينما هنا مش باين، فخلي نصغر شوي لوطة هيك، نصغرها هيك كويس ونجي من هنا هذا، لا نوعا ما كويس ممتاز. بعد ذلك نبي نحفظهم، نبي نختار اللي هو نبي نحفظه شوية، أو قبل ما نحفظه تختاره هو وديره باللون الأبيض، وجي نفس الشيء هو تختاره وديره باللون أيضا الأبيض كويس، وهيك اصبحت كانها مفصوله بين اعلى واسفل. من هنا تو نمشي للسيف وندير اللي هو داونلود بالصفحه، احفظ الاولى اللي هو احفظ الاولى، ديرها ابعادها كبيره شويه تكون بكسلات هلبه بهي، اختار الفيرست بيج وديرها داونلود بهي، هذه اول واحده.
وتنحفظ عندك. نفس الشيء تبي تختار تحفظ الثانية، حفظنا الأولى توه، احفظ الثانية، كثر البكسل واختار من هنا اللي هو الثانية اللي هي هذه، ودير دان وداونلود. هيك حفظتهم الزوز. بعد ما حفظتهم نتجه مباشرة لموقع اللي هو تبحث هنا في جوجل، تكتب اللي هو باك جراوند ريموفر. باك جراوند ريموفر شو معناها باك جراوند ريموفر؟ انا نعرف ان موقع الكانفا صعب انك تدير باك جراوند ريموفر، فهذا ايش بدهاش، بنختار موقع خارجي لازاله اللي هو الخلفيه الخارجيه، الخلفيه يخليها لي ترانسبرنت. فنضيف من هنا ابلود ايمج، نضيف اول ايمج عندي اللي هي اول واحده هذه، ثم ندير داونلود. لاحظ كيف نحاها، اصبحت كانها ما عادش فيها خلفيه. درنا داونلود، ثم بعد ذلك نمشي نرجع للموف باك جراوند وندير ابلود ايمج ثانيه، ونضيف اللي هو الايمج الثانيه اللي هي هذه، وبعد ذلك يدير لي ينحي لي الباك جراوند بتاعها وندير داونلود. ممتاز. نمشي نرجع للكانفا ونضيف اللي هو صفحه جديده اللي هي هذه بيج 3. من هنا نبي نضيف اللي هو الصورتين اللي درتهم توا حاليا، نضيف الصورتين بالابلود ونختار اللي هو الصورتين، اخر صورتين هي هذه وكنترول مع هذه، ودير اوبن افتحهم الزوز اللي هم مهما الزوز. لاحظ ان انا درتهم قبل التصميم، فلاش بان لي من هنا زوز ثانيات. المهم هذا اخر زوز درتهم، فنحدد ونضغط عليها كليك بهي، ثم نجي نصغر شويه او خليها هيك، وتعال خذ هذه يحطها هنا بهي، يحطها هنا. تعال خذك شويه حددهم الزوز وكبرهم الزوز نفس الكبر بهي، وخليها هنا. ثم خذ السفليه وقربها من الفوقيه هذه، قربها ما تكونش مطابقه عليها. خلينا ناخذ الفوقيه ونشوفه، هو يتحرك تقول طريقة بيكسلات، انا هذه ما بيهاش، فخلي نكبرها شوية هيك. ايوة باين، نقوله هيك وخلاص باين، نقوله هيك. من هنا الفوقية هذه العلوية ولا لا، هذه السفلية. الفوقية هنا بالفوقية نختار خلي اول شيء نصغر الصورة كويس، نخليها 100%. كويس، نخلي هذه ننزلها شوية باش نقدر نحدد الفوقية، هذه فوقية ولا ايه. تمام، الفوقية تعال خودها وغير لها اللون متاعها. ايوه، نمشي للإيديت فوتو، معلش سامحوني، نمشي ونختار فلتر معين لها، نمشي نختار فلتر وليكن اللون، نستنى شوية ما بين ما يدير لي لون معين، نختار أي لون يعني هو اللون أورترون. لو كان في لون تاني مناسب حنختاره، أو لو كان هذا حناخده هو إيه، هذا اللون أحسن أهو الهيت ويف، نختاره وهيك غيرت اللون بتاعه. ممتاز جدا. تو بعد ذلك نمشي ونضيف إليمنت تاني اللي هو ريكتانجل. ريكتانجل نضيفه، نختار ريكتانجل ننقصه شوية هيك، ويكون بين الحرفين، عفوا خلينا نكبر شوية مش يبان، نجي يكون بين نزيد شوية هيك وننقص شوية هيك. كويس، نقص توا هذي ديرها 100، هذي خلينا نكبرها شوية باش نحطها فوق. كويس تمام، نقول هنا كويس، نرجعها زي ما كانت 100. ممتاز. بعد ذلك نمشي ونضيف تكس الثاني، تكس الثاني دير اللي هو اد سب هيد، ونسميه اللي هو رمزي، لانني نحب شخصيه رمزي في جيم اوف ثرونز، رمزي موشن كومباني. طبعا هلبا مش حيحبوا اختياري شخصية رمزي، لك والله يموت فيها يعني رمزي في الجيم اوف ثرونز، شخصية ممتازة. باهي،
من هنا من التكست تختار التكست هو وتغير له لنفس الشيء ارشو بلاك، نفس الشيء غير اللون باللون اللي هو هذا، لون هذا خلينا ما دارش تختار هو ديره باللون اللي هو اللون هذا، هي نفس اللون بتاعه. نفس الشيء هو الاليمنت اللي ضفناه نبي ندير له اللون نفسه اللي هو هذا، باهي خلا ما دارش مش عارف انا والله الكم في مرات يدره الكبد، دير اللون هو يا عزيزي، هيا دير اللون هذا، اختار المختارش اللون مختارش، تعال هنا اختار اللون دير اللون هذا، واخيرا درت معاي تمام. خذ هي هل غيرنا الخط بتاع نفسه ارتش بلاك كويس، جيت صغر اللي هو الخط باش يكون مناسب لهنا، فصغره صغره وليكن هيك، نقصها شويه با نقصها نزله شويه، ممتاز كملنا كملنا توا في كملنا اللي هو التصميم عن طريق اللي هو موقع الكانفا، باهي مباشرة ندير الشير وضيفه دير نفس الشيء دير داونلود وخلاص كملنا تو الكانفا. من هنا كثر البكسل شوية، اختار البيج، البيج هذه طبعا بيج 3 فاختار من هنا ناحية من عليهم كلهم ودير البيج 3 ويكون ترانسبرنت باك جراوند، تأكد انك انت على ترانسبرنت باك جراوند دير عليه علامة صح، بيج 3 وهيك ممتاز ودير داونلود. تو نتجه للموقع الثاني، خلاص انا تو صممتها 2D تو بنصممها 3D، نمشي للموقع الثاني وهو موقع اسمه فوتو بي، تضغط عليه ثم تدير فوتو بي اونلاين فوتو اديتور تضغط عليها، ثم مباشره تختار تمبلتس وتختار اما تمبلتس تستنى شويه هيك لما يفتح معك الموقع. طبعا هنا في التمبلتس انا نبي نختار اللي هو لوجو موك اب اند اوفيس اوف اون اوفيس مش عارف شنو، تضغط عليه تضغط على الموقع على بطه هو يفتح معاك، قول معلش شيل لي نيو بروجكت تضغط عليه تستنى شويه يفتحها معاك، ثم من هنا تختار اللي هو يور لوجو هير تضغط على هادي تضغط على هي دبل كليك يفتح معاك هادي، اختار نحي من عليه علامه العين ثم نديرو ندرجو الصوره بتاعتنا اللي حفظناها اخر واحده نلقاها في الداونلودز طبعا اللي هي اخر واحده اللي هي هذه ندرجها هنا، اذا ندرجتها كبرها شويه عزيزي كبرها شويه تعال حطها في المنتصف ممتاز، ثم اختار من هنا دير سيف سمارت اوبجكت ثم اضغط مجرد دبل كليك على هنا وهيك حول هو لك الى التصميم بتاعنا الجميل، هذا هو رمزي موشن كمباني باللون بتاعي واخترته هيك باهي. تبي تحفظه بامكانك تعدل كيف تعديلات تناسبك، لكن اذا على السريع ففي بعض الاخطاء البسيطه لكن مش مشكله، من هنا اختار الفايل ودير اكسبورت كيف تبي، تبي دير حفظ ك بي ان جي جي بي جي اللي يناسبك، فانا بنحفظه ك بي ان جي كصور بي ان جي، اختار الابعاد وكذا ثم دير سيف يحفظ معك، اذا نحفظ معي ومنها هذا هو التصميم بتاعي، شو رايك؟ جميل جدا ثلاثي الابعاد، اتمنى تكونوا استفدتم معي، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.